من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، نبارك لكم مولد إمامنا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبهذه المناسبة نرحب بكم في هذا الحفل الكريم وهذا الحفل البهيج، والذي نتمنى أن نخرج منه بفائدة كبيرة. فنبدأ هذا الحفل الكريم أيها الأحبة بتلاوة عطرة للقرآن الكريم يتلوه على مسامعنا القارئ عقيل جلال الحمد، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا لهم جنات تجري
تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود في بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم
ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. أفلح من يصلي على النبي محمد وآله الطاهرين. نشكر الأخ عقيل على هذه التلاوة العطرة. باسمكم أحبتي نرحب بسماحة السيد ضيف هذه القرية وسيشاركنا في هذا الحفل هذه الليلة. عند طلوع الفجر في ليلة النصف من شعبان سنة 55 و200 للهجرة ولد صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا فداه. مرة أخرى نبارك لكم أحبتي هذه المناسبة العطرة، أعادنا الله وإياكم في حال أحسن من هذا الحال. من كلمة لسماحة السيد عبد الله الغريفي نقتطف منها بعض الأجزاء. كيف يمكن أن نمارس الانتظار؟ كثيرون يمارسون الانتظار بشكل مشلول، والانتظار المشلول هو الانتظار الذي لا يملك قدرة إنتاج الحركة والفاعلية. وللتوضيح نقاط سريعة. التطبيق الأول: الانتظار تمنيات وأشواق. هل يمكن أن نفهم الانتظار هو مجرد تمنيات نفسية تتحرك داخل الإنسان الشيعي وهو يحترق شوقا إلى لقاء الإمام المرتقب؟ لا شك أن هذا الشوق الصادق هو جزء من الانتظار، بل هو الذي يعطي الانتظار طاقته وحرارته. ولكن التمنيات والأشواق وحدها لا تمثل الانتظار الحقيقي. النقطة الأخرى: طائفة كبيرة من الناس يفهمون الانتظار ويعيشون الانتظار من خلال الأذكار والأدعية والزيارات فقط. لا إشكال في أن الأذكار والأدعية تمثل بعدا هاما من أبعاد التعاطي مع قضية الإمام المنتظر، ولها دور حينما تمارس بوعي وإخلاص في خلق حالة الانصهار الروحي والوجداني مع الإمام المنتظر. وقد ورد التأكيد على مجموعة أدعية العهد والندبة والدعاء بتعجيل الفرج، كما ورد أن زيارة الإمام الحجة لها دورها الكبير في تأصيل الانتظار بالارتباط بالإمام حينما تمارس بوعي وبصيرة وصدق. إلا أن الأذكار والأدعية والزيارات وحدها لا تشكل الانتظار الحقيقي، إنها تهيئ الأجواء النفسية للانتظار بشرط أن تمارس بوعي وصدق. النقطة الثالثة: هناك من يفهم الانتظار بأنه تعطيل المسؤوليات الرسالية والتغييرية في عصر غيبة الإمام المهدي وتجميد مهمة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتزال كل الفعاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية والجهادية وإرجاء ذلك إلى مرحلة الظهور، وهذا اتجاه انحرافي خطير. لذلك الانتظار يكون على مستويات كما نص عليها. الشوق الحقيقي إلى الإمام المهدي عليه السلام يفرض الاستعداد الحقيقي لهذا اللقاء. علينا أن نستعد استعداد حقيقي لظهور الإمام، كما ذكر سماحة السيد الغريفي حفظه الله
في ثلاث نقاط، وهناك نقاط أكثر وأكثر. الشوق الحقيقي إلى لقاء الحجة المنتظر يفرض الاستعداد الحقيقي لهذا اللقاء. وماذا يعني الاستعداد للقاء الإمام؟ لنعرف ماذا يريد منا الإمام حينما يظهر، ما هي مسؤولياتنا حينما يظهر الإمام عليه السلام. هذه المسؤوليات هي التي تحدد شكل الاستعدادات. المسؤوليات على ثلاث مستويات بشكل سريع. المستوى الأول مستوى الكوادر القيادية، وهؤلاء يملكون أعلى المؤهلات والكفاءات. المستوى الثاني مستوى الجنود المقاتلين، وهؤلاء يملكون كفاءة عالية لأن يكونوا جنودا للإمام صاحب العصر والزمان. المستوى الثالث القاعدة التي تساند حركة الإمام عليه السلام، وهؤلاء أيضا يجب أن يتوافروا على مؤهلات كافية تجعلهم يشكلون القاعدة الصالحة. لذلك انتظار الإمام يحتم علينا كشيعة كمنتظرين الاستعداد ليوم الظهور، والاستعداد هو يشكل لنا استعداد حقيقي وليس استعداد شكلي. باسمكم أحبتي نرحب بسماحة السيد ونستقبله على هذه المنصة بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا ومقتدانا سر الوجود أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. آية من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. الغريب أن يصدر هذا الوعد من الله عز وجل، والمفترض بحسب ما نفهم أنه سبحانه وتعالى في أشد درجات الغضب على الإنسان. الإنسان بما هو إنسان بعيد عن المصاديق، أقول بأنه من المفترض وبحسب ما نفهم أو بحسب ما أفهم أن الله عز وجل ننتظر منه عذابا شديدا ينزله على الإنسان، لأنه خلق آدم عليه السلام. وأكرر حتى نبتعد عن جدلية نوع المعصية التي صدرت عن آدم عليه السلام، فنقول بأننا نتحدث عن الإنسان الأول الذي خلقه الله عز وجل. خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وأسجد له الملائكة، وفي هذه المرحلة أو هذه الحالة أو هذا الموقف بالذات
شهد آدم عليه السلام إبليس وهو يرفض أمر الله عز وجل. أقول شهد، وهذه ركزوا عليها. من بعد ذلك يأمر الله عز وجل آدم أن يدخل الجنة. الحين آدم مش شايف، قبل شوية بس شايف الملائكة وهم يسجدون امتثالا لأمر الله، وشايف إبليس وهو يعصي أمر الله عز وجل. رب العالمين يدخل آدم الجنة ويبيحها له من أولها إلى آخرها إلا هذه الشجرة، لا تقرب منها. ويحذره بعد ما هدى وطلع، لا قال له ترى الشيطان لك عدو فاتخذه عدوا، مو لا تتبع الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. آدم يدخل الجنة شوي يسولف ويا حواء، يجيهم إبليس يقول لهم ترى الله منعكم عن هذه الشجرة لأنها شجرة ويش؟ الخلد. يقوم يروح ويأكل منها. الحين أنت شايف الملائكة يسجدون وشايف إبليس يرفض، وخطاب مباشر من الله سبحانه وتعالى بأن هذه الشجرة لا تقرب منها وإلا كل الجنة. احنا ما شفنا ملائكة ولا شفنا شياطين، أقصد مشاهدة يعني نعرف بأن هذا كذا وهذا كذا. ما شفنا ملائكة تسجد ولا شفنا خطاب من الله عز وجل مباشر كما شهده آدم عليه السلام. هو إذا المعصية هكذا بالنسبة لآدم، احنا وش تصير بالنسبة لنا؟ عادي، ما شفنا شيء خوش. هذا آدم شاف وعصى. القضية فيها بحث مفصل. المفترض المنتظر أن واحد على هذا المستوى من المعرفة، معرفة شهودية، مو رايح مدرسة دارس بأن هناك الله وهناك ملائكة وهناك، لا لا، شايف القضية كلها، مستوى عالي جدا من المعرفة ويعصي الله عز وجل. وش يسوي فيه رب العالمين؟ واضح بأن ما عدنا خيار غير النار، غير العذاب، لأنه على قدر العقل، على قدر الإدراك، على قدر المعارف. رب العالمين يجي لآدم يقول له شوف كلمات تقولها وتتوب وتستغفر، وش بسوي؟ مو أغفر لك وأسقط هذا الذنب نهائيا، لا. احنا قلنا أن ترى قاعدين نتكلم عن الإنسان مو عن شخص آدم، ها انتبهوا جيدا. راح أعطيك فرصة ثانية أنت يا أيها الإنسان، راح أعطيك فرصة ثانية أن ترجع إلى وين؟ جاوبني لو بهد الله. وين ترجع؟ هذه احنا في الدنيا اليوم في هذه الأرض فرصتنا وش هي؟ أن نرجع إلى الجنة التي أخرج الإنسان نفسه منها، مو الله اللي طلعه، بالعكس الله أباح الجنة لهذا الإنسان. أعطى الله عز وجل الإنسان فرصة ثانية ذهبية، وهي الفرصة الوحيدة والأخيرة. رب ارجعون لعلي، وش يقول لي رب العالمين؟ كلا، خلاص انتهى الفرصة، أعطيتك إياها وانتهى الموضوع. أهبط الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى هذه الأرض، واختلط العقل بالنكرة كما يعبر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، اختلق النور بالشيطنة، نشأ الصراع الحقيقي في هذه الأرض
بين النور في القلوب وبين الشهوات، بين الإفراط والتفريط في الملكات النفسانية، في البواعث النفسانية. رب العالمين قال بعد: أرحمكم وأرسل فيكم أنبياء، أوصياء، أئمة يرشدون إلى الحق، اتبعوا هؤلاء ففي اتباعهم النجاة والسلام، تنحرفون عنهم فحقت عليهم كلمة الله، كلمة العذاب. هذه هي المعادلة. بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل وختمهم برسول الله صلى الله عليه وآله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. أول يوم من بعد استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله انقلبوا في سقيفة بني ساعدة، أول يوم ما انتظروا حتى يوم ثاني، وخالفوا الوصية وهم يعلمون بالوصية، ولكنها الدنيا، ولكنه النفس، لكنها النفس. قبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، مو قبل يعني أذهان، وإنما تقبل الأمر الواقع المهم، سلامة الدين. قال: أفي سلامة من ديني؟ قال له رسول الله: نعم. قال: أصبر يا رسول الله. صبر أمير المؤمنين حتى جاءت الخلافة الظاهرية واختلقت له 3 حروب في 5 سنوات وما كفاهم. جاءه عدو الله ابن ملجم. وفي الصلاة، انتبهوا، هذه قضية في الصلاة لأن راح نستشهد فيها بعد شوية، في المحراب، في المسجد، قتله بأي نية؟ بنية ويش ابن ملجم قتل أمير المؤمنين؟ شلون؟ قربة إلى الله، انتبه لها جيدا، قتله قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ابن ملجم كان يصلي صلاة الليل، حافظ القرآن كان، ترى مو هذا المعيار. على أي حال، جاء الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، في جيش الإمام الحسن شمر بن ذي الجوشن، من أحد القادة الخوارج. لا تجي اليوم تقول فلان داعش، فلان القاعدة، صنيعة أمريكا، لا، لا يحرفونك. أمريكا تقوي هذه الخطوط، نعم، ولكنها ضاربة في عمق التاريخ، هؤلاء امتداد أصلي وطبيعي لحركة الخوارج. هؤلاء عندما يضربون مشهدا من المشاهد ينتقمون لما جرى عليهم في النهروان. القضية مو جديدة، القضية لها عمق تاريخي 1400 سنة. اقرأوا في أوصاف الخوارج، في أشكالهم، نفس الشيء، لحى طويلة، أثر السجود، الثياب قصيرة، يقومون الليل، يحفظون القرآن، من المتهجدين، هؤلاء هم الخوارج، ولكن قلوبهم غليظة، هكذا هم. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وتعلمون ماذا جرى على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ما سلم معصوم من أيدي الظالمين، ومن أيدي من؟ الآن ترى بدأ موضوعنا. الظالمون نعرفهم، لا يريدون الحق، يحاربون النور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن هناك عامل آخر ساهم بشكل مباشر
في قتل أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكان سبباً مباشراً إلى جانب أسباب أخرى في غيبة الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وفيما نعانيه اليوم. ومثل هذا السبب كأيدي الظالمين، كاستمرار أيدي الظالمين في بطشها، هذا السبب الآخر لا زال يستقوي على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هو هذا السبب الآخر؟ هذا هو موضوعنا. أدخل إلى هذا السبب من هذه البوابة. الرسول صلى الله عليه وآله أول ما وصل المدينة المنورة ماذا صنع؟ بنى المسجد، أول إجراء. وكان المسجد ناديا، منتدى علمي، منتدى ثقافي، محل صلاة الجماعة، محل قراءة الدعاء، محل الاجتماعات، محل تداول الأفكار، محل وضع الاستراتيجيات. وين؟ في المسجد. لا تقول في ذاك الوقت ما كان عندهم مراكز ثقافية فكانوا يستعملون المسجد، لا، المسجد أجواء خاصة، المسجد طهارة تعين على سداد الرأي، المسجد محل تطمئن فيه القلوب، تستقر فيه النفوس. المسجد يمكن في الماتم نغتاب، يمكن في الماتم نكذب، ولكن في المسجد الرادع أقوى. المسجد مو للصلاة فقط، المسجد مركز أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله. قوة المسلمين كانت من المسجد. متى حدث الانكسار المفصلي؟ عندما انفض المسلمون من خلف مسلم ابن عقيل. من وين؟ مسجد الكوفة. المسجد يوم هدوا المسجد وش صار؟ صار الانهيار. لما التفوا في المسجد كان البناء. عندما قتلوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قتلوه في المسجد. عندنا أيدي الظالمين تبطش، وعندنا مؤمنين موالين متخاذلون عن نصرة أهل البيت. ما أفهم المعادلة. لما تجي تقول أنا شيعي والدليل هذه المواتم متروسة والعزيات ما شاء الله، وأجي إلى صلاة الفجر المسجد ما في 5-6 أنفار، هذا متشيع. هذا مما قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مما قتل الإمام الحسن، هذا مما قتل الإمام الحسين، هذا مما تسبب في غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لأن الالتفاف إذا كان التفاف عن عقيدة فيبدأ من وين؟ يبدأ من التوحيد، يبدأ من العبادة، يبدأ من الصلاة. وين الصلاة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على يهود أمتي. قيل: يا رسول الله، ومن يهود أمتك؟ قال: من يسمع الأذان ولا يحضر الجماعة. إذا سئلتم عمن لا يحضر الجماعة قولوا: لا نعرفه. هذا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام.
رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الرحمة، رسول الإنسانية، رسول الرأفة، هم أن يحرق دارا على أهلها. قالوا لي يا رسول الله ليش تحرق عليهم الدار؟ قال هؤلاء يسمعون الأذان ولا يحضرون الجماعة، واحد كفيف البصر ضرير. قال له يا رسول الله أنا أبحث عن دليل فلا أجد، أنا أبغى أروح المسجد بس ما أعرف، ما حصل أحد يوديني. ماذا قال له؟ قال مد لك حبلا من بيتك إلى المسجد، خله هو دليل، جود الحبل وامشي يومية ولا تتخلف عن صلاة الجماعة. في هذه القرية المباركة، الآن أقول ليش طرح هذا الموضوع، في هذه القرية المباركة حسب ما أتصور عندنا ثلاث مساجد. أعرف كم اللي يجون صلاة الصبح، سائل وأدري، بس ما بقول، احتراما لهذه الوجوه المؤمنة. هذا العدد اللي موجود في الماتم نبغيهم في صلاة الفجر. إذا تقول أنصار الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننتصر إلى الله عز وجل؟ مساجدنا تبكي، تستصرخ كما كان يستصرخ الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مباراة، كثير من الشباب عنده استعداد تام، يقعد ساعة واحدة، ساعة ثنتين، ساعة ثلاث الفجر، الظهر، يمكن يروح المستشفى ياخذ له وش يسمونها هذه؟ مالت الإجازة، لأن المباراة تصير الصبح فلازم يطالعها. طالع مباريات، مو حرام، ما يخان. صلاة، ادعو إلى مسيرة، هذا الشارع ينسد من أوله إلى آخره. ادعو إلى أمسية يقرأ فيها دعاء، ما تحصل أحد في الماتم، ما تحصل أحد في المسجد. تصوروا، مع كامل احترامي أقدر كل من يتحرك من أجل نصرة المظلوم سياسيا وكذا، حقوقيا أقدرهم قطعا، ولكن هذه المسيرات اللي تطلع، لو هذه المسيرات تطلع إلى صلاة الفجر كل واحد شايل سبحته في إيده ورايح المسجد، وش يصير في الشيطان؟ والله يرتعد، لكن يدري إن حشوة ورفعت قبضة وسوي هالشكل وبيروح البيت ينام، يروح البيت أدى الواجب، خلاص أدى الواجب. أقول هذا الكلام وهذا عنوان من عدة عناوين، لأن هذا الكون الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه الإنسان محورا، وأسكنه هذه الأرض ومنحه هذه الفرصة حتى يعود مرة أخرى إلى الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه الأرض هي النواة، الإنسان فيها نواة، قرية المرخ نواة، بيتك أنت نواة، نواة كونية. احنا كان ممكن ان الليلة نتكلم عن ما يجري في العراق، ممكن ان نتحدث عن ما يجري على الشيعة في افغانستان وفي باكستان وفي الهند وفي اليمن وإلى آخره، لكن ما يحدث هناك وما يحدث هنا وما يحدث في كل بقعة على المؤمنين في هذه الأرض التي جعلها الله سبحانه وتعالى فرصة أخرى إلى الجنة، إنما هو بسبب الخلل في مراعاة هذه النواة. النواة في قرية المرخ، النواة في سار، النواة في القرية، النواة في نويدرات. خلونا نهتم
بقرآنا، خلونا نبني أنفسنا إيمانيا، خلوا هذا المنبر منبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأهل الشعر والرواديد والمنشدين يوجهون الناس ثقافيا علميا. يعني شنو افرحوا لفرحنا؟ متى يفرح المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ يفرح إذا تجمعنا في الماتم، أو يفرح إذا قبل لا يقول الله أكبر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول من لم يصلي الليل فليس منا. مذهبنا صعب مو سهل، يبغى له قلوب، يبغى له نفوس مهيئة لاستقبال الفيض الإلهي عن طريق المعصومين عليهم الصلاة والسلام. إذا اهتمينا بالبناء هنا والقرى الأخرى اهتمت ببنائها وبنت المجتمع هذا الصغير هذه الثقافة يستوردها الآخرون تصدر إلى الآخرين، الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام حركته تكون أسرع، لأنه في الواقع أنا آسف الإمام مو منتظر وإنما منتظر، ينتظرنا، ينتظر الحركة منا. إذا تخاذلنا عن إعمار المساجد سوف يظهر الإمام عليه الصلاة والسلام، لكن مو لنا احنا، لنا صغير بنروح له نقول له سيدي احنا نحيي مواليدكم ونطلع نعزيك وشوف صدري احمر رجالي متورمه في العزاء واخدم اصب شاي في الماتم واصب ما ادري شنو. قلت له اذا ما صبيت شاي الناس بتموت من العطش، اذا ما طبخت في الماتم الناس بتموت من الجوع، الصلاة المسجد وينك عنه، القراءة والعلم وينك عن التدبر في القرآن وينك عن التدبر في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وينك عن بناء المجتمع الإسلامي، وينك عن دورك في بناء المجتمع، وين الشاي ما يبني ليه دور؟ كلهم خدمة أهل البيت على العين والرأس، بس نتكلم بشكل موضوعي. هذه النواة إذا ما ضبطناها وإذا ما حولناها إلى نواة ذرية تتفجر بالخيرات، هذا الانتظار. أختم الكلام وتعليقا على كلام جناب السيد العريف وعلى ذكر بعض النصوص من كلام سماحة العلامة السيد الغريفي حفظه الله في قضية الانتظار، أضرب هذا المثل وأختم الكلام. عندك واحد عزيز غايب فترة من الزمن، الأب مثلا والأولاد في البيت اثنين، اتصل قال أنا باكر واصل. واحد من الإخوان قعد في البيت، أبوي بيجي بيجي قاعد انتظر، وش اسمه ينتظر له الثاني؟ لا، قام عدل المجلس وبخر المكان وعطره ونظف الأرض وفرش ديك الزولية الجديدة وكوى ثوب والده وبخرها وعطرها وفرش السرير وراح للمطار ينتظره، قطع هذه المسافة. في فرق بينه وبين أخوه لو ما في فرق؟ الانتظار عمل مو قعدة. النهاية بالإضافة إلى قضية الصلاة لأن هي المحور، الكلام واجد ممكن نتكلم، لكن إذا ما كنا مساجدنا ما كانت معمورة كل الكلام اللي نقوله مجرد إنشاء لا يثمر. المسألة الأخيرة، في هذه القرية في المرخ تعيشون في نعمة كبيرة جدا، حافظوا عليها. بحسب ما سمعت أن قرية المرخ خالية إن شاء الله من الصراعات بين التيارات والقضايا المرجعية، فلان يقلد فلان وفلان يقلد فلان. احمدوا ربكم ألف مرة أن عدكم هذه النعمة،
لا تسمحوا لأحد أن يصدرها أو أن يستوردها. حافظوا على هذا التماسك، هذا أمر جدا رائع. ما عندنا فرق لا بين مراجع ولا بين تيارات، ومن يثير الفتن هذا أبعد ما يكون عن منهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعن الولاية. كل مراجعنا عظام، وكل مراجعنا أعلام، وكلهم أنوار، وكلهم على العين والرأس، ونفتخر بهذه التعددية في المرجعية وفي المحافظة على باب الاجتهاد مفتوحا. انغلقوا على هذه الحالة، لا تسمحون إلى أحد، لأن هناك من المناطق حرقت بسبب هذه الفتن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أفضل رئيس ونائب المأتم بتكريم سماحة السيد. سيدنا إذا تصعدون على المنبر مرة أخرى بس حق كرمونكم الأخوان على المنصة. سيد، سيدنا سماحتكم تفضلوا. تعال مني سيد. نشكركم سيدنا العزيز وأثابك الله. في الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام قيل له سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، فمن الإمام والحجة بعدك؟ فقال عليه السلام: ابني محمد هو الإمام والحجة من بعدي. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أما أن له غيبة يحار فيها الجاهلون، ويهلك فيها المبطلون، ويكذب فيها الوقاتون. هناك ملاحظة مهمة إخوتي: حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من الأحاديث المشهورة عند المسلمين، فقد دونته أهم مصادر الحديث السنية والشيعية بألفاظ متعددة، إلا أنها تلتقي عند معنى واحد. روى أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. وروى أبو يعلى الموصلي في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. أيضا بعض الأحاديث في أخبار ولادته سلام الله عليه. هناك أحاديث وردت في من مصادر سنية بما تعادل ما ورد من المصادر الشيعية. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال يكون 12 أميرا كلهم من قريش. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي عليهم 12 خليفة كلهم من قريش. روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليهم 12 خليفة. وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله يكون من بعد 12 أميرا. كما أخذنا بعض المصادر السنية نأخذ ثلاثة أحاديث من المصادر الشيعية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الأئمة بعدي 12، أولهم أنت يا علي، وآخرهم القائم الذي يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على محمد. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني بعدد الأئمة بعدك، فقال صلى الله عليه وآله يا علي هم 12 إمام، أولهم أنت وآخرهم القائم. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، فقال عليه السلام أنا والحسن والحسين والأئمة 9 من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه. أما الآن نستقبل معكم أحبتي الرادود محمد مدن، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبارك لكم أيها الحفل الكريم هذه المناسبة العطرة، وهي ولادة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، أعادنا الله وإياكم بحال أفضل من هذا الحال إن شاء الله. ذي ليلة النصف التي قد نصفت فيها القدر، سناؤها بهاؤها ضياؤك فينا انتشر، يا حاملي أفراحها إن شئتم فيها الظفر، صلوا على محمد وآله خير البشر. ولترفعوا صلاتكم في ذكر خاتم الغرار، وبالصلاة نور الأرجاء فالكون ازدهر، قوموا على أقدامكم لذكر اسم المنتظر، صلوا عليه كرروها دون كل أو ضجر، بفضلها ونورها نرجو أمانا من سقر. صلوات ثانياً
ثالثا بأعلى منها. يا مضوي حفلنا حي الله قمرنا مهدينا مهدينا حي الله قمرنا. يا مضوي حفلنا حي الله قمرنا يا مضوي حفلنا حي الله نا مهدينا مهدينا حي الله قمرنا مهدينا مهدينا يا مضوي يا مضوي حفلنا حي الله الله يا مضوي صوت صوت مهدينا مهدينا حي الله الله مهدينا مهدينا حي الله ضاوي نجمك علينا يا مهدي يا مهدي لون الحب في هذه الليلة وردي وردي انت الحب انا يا مهدي قصدي إيه بس انت الأحبة وحدة عندي إيه محلات فرحنا يلساكن صدرنا محلات فرحنا يلساكن مهدينا 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 حي الله الله مهدينا يا مضوي يا مضوي حفلنا حي الله إيه يا مضوي مهدينا مهدينا إيه منك احنا مهدي وانت منا من إيه يمك قلبي الغالي تدنى إيه جنبك عمري محلات تهنى إيه ثغري باسمك الليلة تغنى إيه يا معظم عشقنا في ذكرك سهرنا ويا معظم إيه في ذكرك سهرنا مهدينا 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 حي الله الله مهدينا إيه بسم الله في هالليلة دعينا دعينا إيه نوصل إليك وانت تجينا إفراقك يعز والله علينا إيه يا مهدينا يلا اظهر إلينا إيه يا لؤلؤ بحرنا يا بلسم عمرنا يا لؤلؤ مهدينا 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 حي الله الله مهدينا يا مضوي يا مضوي حفلنا حي الله إيه يا مضوي حفل حي الله مهدينا مهدينا حي الله نا مهدينا. أنا اليوم جاي بوزع هدايا جاي ليكم أنا اللي بعطيكم الهدايا ولا يجاوب زياد واحد بنعطيه تعال جاوبت مساعة وازد تعال حياك صلوا على محمد وآل محمد مسرورة دنياي بالمنتظر بالمنتظر وتقول مولاي مسرورة دنياي بالمنتظر بالمنتظر وتقول مولاي مسرورة دنياي بالمنتظر بالمنتظر وتقول الله مسرورة دنياي بالمنتظر بالمنتظر وتقول بعد بعد مسرورة دنياي بالمنتظر
إيه يا من رب الجلالة خلدك محفوظ ومن تظهر في عصره سيدي محظوظ جميل اسمك في ثغري أفضل الملفوظ ولحظات المودة أروع الملحوظ ولحظات المودة أروع إيه مهدي 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 إيه صورة بهائك بيا مهدي ويا آية ربانية وروح الوجود الحية دي وألطافك القدسية في الدم والروح بجمل عطر وبكل قطر مولاي تفوح مسرورة دنياي بالمنتظر بالمنتظر وتقول الله مسرورة دنياي سمعني مسرورة مسرورة دنياي بن الله على صوت احتفالك ناظرت عيناي معانيك العظيمة وجاورت معناي أريد جوارك انت ينكتب سكناي يا معزوفة جميلة وزاهي فيها الناي يا معزوفة جميلة وزاهي ناي مهدي 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 وحقيقتي وإعجازي مهدي وبطولتي وإنجازي تعويذتي وأحرازي دي إجمالي وإعجازي باب المفتوح للعالية والغالية تبني الصروح باب المفتوح للعالية والغالية تبني الصروح مسرورة دنياي بالمنتظر مسرورة مسرورة دنياي إيه عشان الهدية مسرورة دنياي بالمنتظر إيه أنا وارث مدن في حب للعترة أطير بجلوتي للعالم الزهرة واروح للحسين أزوره في قبره واروح للحسين بعد بعد واروح إلى الحسين الله يجعلكم من زوار الحسين واروح إلى الحسين وسلم على الوديعة زينب الحورة وسلم على مهدي 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 ويا سامعي هالكلمة مهدي واتغنى ويا النغمة وعشقي نجاة الأمة وأقبل أعيش التهمة عنهم ما روح وانت معي في موقعي في كل السوح مسرورة دنياي بالمنتظر مسرورة مسرورة دنياي تقول مولاي مسرورة دنياي من هو الحين يستاهل هدايا من هو يستاهل كلكم تستاهلون خلنا ناخذ الاثنين اللي واقفين هنا حياكم صلوا على محمد وآل محمد واثنين من هني بعد تعالوا اثنين تعالوا يلا اللي يجون بس خلاص خلاص البقايا بعدين البقايا بعدين واحد واحد بيحصل شوي شوي يلا صار الهجوم علي بعد خلاص
يلا خلاص البقية بعدين. يلا البقايا بعدين. يلا كله يبون الزرقة بعد. يلا خلاص صلوا على محمد وآل محمد. سيد لازم سألت الدنيا وش هالفرحة كلها، أبد ما شفت يا دنيا مثلها، تقل الليل ينور أملها، الليلة ميلاد المهدي، الليلة الليلة ميلاد المهدي، لا تقول القمر أحلى من القمر، ولا تقول الشمس من نور ظهر، هذا نور الله الإمام، هذا نور الله الإمام، وتنور الدنيا بنوره، وتنور شع نوره الليل علينا، شع نوره شع نوره الليل علينا. نقول بعد هالليلة ميلاده، يا محلى أعياده، مهدي بن الحسن نوره بكل زمن. هالليلة ميلاده ويا محلى أعياده، هالليلة ميلاده ويا محلى أعياده، مهدي بن الحسن نوره بكل زمن، مهدي هالليلة هالليلة ميلاده ويا محلى أعياده، هالليلة يا الشيعة تأمل الليلة القمر، تشوف بنوره يسطع بالخبر، شعورك فرحة وبقلبك عبار، شعورك فرحة وبقلبك إلك مبروك جاك المنتظر، إلك مبروك الله تاريخ وامجاد ويا محلى أعياد، تاريخ وامجاد ويا محلى، مهدي مهدي ابن الحسن نوره، مهدي ابن الحسن نوره بكل هالليلة، هالليلة ميلاد لا أعياد، وهالليلة في نص شعبان مهدينا بلاج، على الأكوان من نور الحجاج، ختام الأمر وتاج العلا، ختام الأمر وتاج ولعيونه فديناها المهاج، ولعيونه صفوة من السادة ويا محلى أعيادة، صفوة من السادة ويا محلى، مهدي مهدي ابن الحسن نوره بكل زمان، مهدي بن هدية تعالي. هالليلة ميلادة الله، وهالليلة مهدي مهدي ابن الحسن نوره، بدون احنا ما عدنا الامل، يخلصنا من الظلم الحصل، ويمتيك حل بنور المقال، ويمتيك حل ننادي بلهفة يا مهدي العجل، ننادي بلهفة يا أكل محب نادى ويا محلى أعيادة، أكل محب نادى ويا محلى، مهدي مهدي ابن الحسن نوره بكل زمان، هالليلة هالليلة ميلادة. تبوا واحدة ثانية شكله. وصفة وصفة يا من اسمه لك المحتار،
وصفة يدر لولو مرجان وصفة فرحنا اليوم ما ينقال وصفة هاخوتها فرح وسرور بالأكوان ضيّة فرح وسرور يا فرح وسرور بال وانهار لظل أشدب فرحكم ليل وانهار وصب نغم الشوق بحور وانهار لو صوتي تعب وانهزم وانهار يظل يشدو القلب صبح ومسية يظل يشدو القلب ودي إلك يا ابن الحسن حبي ودي وانصرك منيتي سعدي ودي سلام من القلب يا ربي ودي لعين ابن الحسن باقي البقية لعين ابن الحسن ولعين ابن الحسن بسمة ينادي القلب ليل نهار بسمة يا مهدي انت للمهموم بسمة متى تسقينا يا مولاي بس ما تروض ضامية شمس المضية وتروض ضامية حين آخر قصيدة قصيدة الناصفة إن شاء الله تبين هدية؟ يلا يلتحب المصطفى بالتهاني ناصفة يلتحب المصطفى بالتهاني ناصفة ناصفة حلاوة علن أصفى حلاوة على النبي وأعطونا من مالكم خلي عيالكم أعطونا من لكم ناصفة يلي قلبك بالسعادة تبتسم آماله تبتسم افرح الليلة بإمامك والشرف يتلاله إيه هذا حلم الدنيا كلها من همر شلالة من همر يا المحب صلي وسلم على النبي وآله يلي بالمهدي انشرح ناصف الليلة بفرح يلي بالمهدي انشرح ناصف لفرح ناصفة حلاوة على أصفى طن من مالكم الله يخلع طن من مالكم وخلي يعاتب من يعاتب وش يهمك منه وش نا القهر ياكل في قلبه وقلبك اللي يتهنى وخلي يعاتب من يعاتب وش يهمك منه القهر ياكل في قلبه وقلبك اللي يتهنى وقل له هاي الليلة نفرح كلنا شيعة وسنة كلنا واللي ما يعرف قدرها ما يشم الجنة حر لك يا الناصبي نفرح بآل النبي حر لك نفرح وحر لك يا الداعشي نفرح بآل النبي حر لك يا نفرح بآل النبي ناصفة حلاوة فحلاوة اعطونا من مالكم مالكم الله
هذا نص شعبان نريدك تفرح بأعياده تفرح كل سنة والمهدي شوقك ناصف بميلاده ناصف وليلة رغم الحر سعدها يمطر ويتهادى يمطر والخلايق فيها صارت على الحفل معتادة وانا وياك احتفل ويا كل طفلة وطفل وانا وياك احتفل ويا كل طفلة وطفل ناصفة حلاوة علن ناصفة طن من مالكم الله يخلي عيالكم طن من الله يخلي عيالكم ناس أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة على النبي محمد